كده. طبعا يا كابتن، طبعا كابتن هيثم مستمرين معاك طبعا في تغطيتنا الخاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا معايا واحد من نجوم المباراه النهارده مايكل توماسون. فيرست اوف اول مايكل توماسون، ليت مي ويلكم يو اون اور اهلي تي في شانل، اند ليت مي اولسو تيل يو كونجراتوليشنز فور توديز وين، وينينج ذا كاب اور ذا تشامبيون شيب، ذا عرب كلوب باسكت بول تشامبيون شيب، ذا فاينل اجينست كويت الكويتي. Thank you. It was a great win. Our team has come together very well. We've been working hard in practice, and it was very exciting. طبعا يا كابتن هيثم، يعني مايكل توماسون قال ان هو يعني كان سعيد طبعا تواجده مع النادي الاهلي، وانه يعني كان مبسوط يعني مع تجربته طبعا مع النادي الاهلي، وان هم اشتغلوا كتير جدا وحضروا كتير جدا لمباراه اليوم. مايكل توماسون، let me also tell you that from your own point of view, how did you see this match, the match against Kuwait Kuwaiti team? We knew it was going to be a very difficult match. A lot of guys are tired. We played a lot of games in a short amount of time, but we wanted to stay together and play well on the defensive end, and I think we did a great job. يا كابتن هيثم، يعني مايكل توماسون قال انه النهارده شايف المباراه يمكن من اصعب المباريات طبعا اللي عدت على فريق النادي الاهلي، يمكن جميع المباريات كانت صعبه، لعبوا مباريات يعني في وقت بسيط جدا، ولكن كان اهم حاجه بالنسبه له ان هم يفضلوا طبعا ايد واحده، فريق واحد بروح واحده، ويفوزوا بجميع المباريات. مايكل توماسون، let me also ask you that winning a championship the beginning of the new season is a very important thing. It gives a great motivation for all the players, not only the players, also the coach, the head coach Mr. Augustin. Yes, it gives us a lot of motivation and confidence. We know what we're capable of, but we're going to enjoy the win tonight and come back and work hard at practice and try to continue to win more games. طبعا يا كابتن هيثم، كان بيقول يعني مايكل توماسون انه الفوز يعني ببطوله في بدايه الموسم ده شيء يعني طبعا جيد جدا، بيدي دافع كبير طبعا لجميع لاعبي النادي الاهلي، ولكن يعني الصفحه النهارده هتتقفل بالنسبه لكل لاعبي النادي الاهلي، وهيركزوا طبعا فيما هو قادم ان شاء الله، التحديات والبطولات المقبله ان شاء الله عشان يفوزوا بيها وطبعا يفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. مايكل توماسون، ثانك يو سو ماتش اند كونجراتيليشنز وانس اجين. ثانك يو. ثانك يو، اي ابريشيت ات. ثانك يو. ثانك يو.